النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. استشهد 6 لاجئين فلسطينيين أمس في سوريا بينهم مسنان. قضايا جراء نقص الأدوية والجوع في مخيم اليرموك المحاصر. كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الأجهزة الأمنية في مصر تنوي سحب الجنسية من آلاف الفلسطينيين الذين قالت أنهم حصلوا عليها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. اعتدى مستوطنون على 3 مواطنين قرب قرية المغير شمال رام الله، وأصيب 3 بالجروح بين المتوسطة والبالغة، وقد نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي. ذكرت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في مستوطنة سديروت المحاذية لشمال القطاع، فيما قالت أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يوقع أضراراً أو إصابات. نفت طهران مزاعم بأن تكون إيران مسؤولة عن سفينة ضبطتها إسرائيل في البحر الأحمر، وزعمت أنها كانت متوجهة إلى غزة. تخضع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتحقيق على خلفية قيامها بالتجسس، وكان برلمانيون اشتكوا من أن بعض مساعديهم تعرضوا للتجسس من قبل CIA خلال قيامهم بتحقيق حول برنامج الاستجواب بالقوة المثير للجدل. قتل 5 جنود أفغان على الأقل في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي شرق البلاد، فيما قال الحلف أن الجنود قتلوا عن طريق الخطأ. نهاية النشرة الإخبارية، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.